بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في دورتنا الخاصة بفنيات واستراتيجية القدرات الجزء الكمي. وصلنا حنا وياكم إلى الاستراتيجية رقم 6 لاستراتيجية الحل بطريقة عكسية. يعني مثلا هو يعطيني السؤال رايح من اليمين لليسار، لا أنا أجيبه من اليسار إلى اليمين عشان أقدر أوصل للجواب. طبعا هي تستخدم هذه الطريقة عندما يعطينا عدد يمثل جزء من كل. طبعا إيش معنى الجزء من كل؟ يعني شيء بسيط من كل اللي موجود عندي بالسؤال. ويطلب الكل أو في حالة عكس العمليات الحسابية، يعني مثلا معطيني ضرب أنا أقول له لا قسمة، معطيني جمع أنا أقول له لا إيش طرح. نشوف هذا الكلام كله في الأمثلة اللي موجودة عندنا. في هذا المثال يقول لي تقع مدينة جنوب شرق مكة، ما اتجاه القبلة لدى سكان هذه المدينة؟ معطيني شمال غرب، جنوب غرب، شرق شمال. لو جيت أنا رسمت في الرسمة اللي موجودة عندي، طبعا المدينة هو يقول لي جنوب شرق هنا، جنوب شرق هنا. أنا بحل السؤال بطريقة عكسية بالنسبة لمين؟ بالنسبة لسكان هذول المدينة. فإيش عكس الجنوب؟ عكس الجنوب راح يكون عندي شمال، وعكس الشرق راح يكون عندي إيش؟ اللي هو غرب. فراح يكون عندي حليت السؤال بطريقة عكسية. فإذا راح تكون عندي القبلة اللي هي كم؟ شمال غرب، اللي هو فقرة مين؟ الألف. كذا هذه اللي هي استراتيجية الحل بطريقة عكسية. خلونا نشوف مثلا هذا المثال. هنا يقول لي صرف محمد 35 ريال زيادة عما صرفه أسامة الذي صرف 75 ريال، أقل مما صرفه خالد الذي صرف 50 ريالا، زيادة عما صرفه عادل إذا كان عادل قد صرف 40 ريال. فكم صرف مين؟ محمد. أنا لو جيت قرأت من فوق راح تلخبط، لكن راح أحل السؤال من العكس. يعني بدل ما أحله من بداية، لا راح أبدأ من النهاية وأحله بطريقة عكسية. إذا كان هو معطيني زيادة أنا راح أخليه إيش؟ نقصان. هذه فكرة الحل بطريقة عكسية. فنشوف الآن، خلاص هنا نبدأ باليمين، خلاص نرجع حين بالعكس. هو هنا يقول لي مين؟ عما صرفه عادل، إذا كان عادل قد صرف 40 ريال فكم صرف مين؟ محمد. آخر واحد صرف عندنا مين؟ عادل. إذا أنا راح أبدأ بعادل اللي هو الأخير. خلاص نبدأ بما صرفه عادل إلى أن نصل إلى ما صرفه مين؟ محمد. طبعا عندي عادل، لو تلاحظون عادل صرف كم؟ 40. طيب بعدين الأربعين نرجع زيادة عما صرفه. طبعا هنا الصرف عندي أنه أنا أنقص، فأنا إذا رجعت راح أزود. إذا 40 أزود عليها كم؟ 50. صار الجواب كم؟ 90. أرجع الحين كم الرقم اللي بعده؟ 75. هنا لو تلاحظون لو قرينا السؤال أقل مما صرفه خالد، أقل يعني إيش؟ راح نستخدم عملية اللي هو مين؟ الطرح. فإذا يصير عندي ناقص 75. إذا 90 أنقص منها 75 يعطيني كم؟ 15 ريال. إذا هنا بعدين صرف محمد 35 ريال زيادة عما صرفه أسامة، راح أزود اللي هو 35 راح يعطيني الجواب كم؟ 50. هذا طبعا بالنسبة للسؤال الخاص عندنا اللي هو باستراتيجية الحل بطريقة عكسية. بكذا يكون حنا انتهينا من هذه الاستراتيجية. أسأل الله لي ولكم التوفيق. ألتقي بكم إن شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.